بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم النهارده الخميس 6 سبتمبر 2018، حلقه جديده من اولى لقاءاتنا مع حضراتكم الاسبوعيه من مساء دريم. النهارده وبكره ان شاء الله الخميس والجمعه بنكون مع حضراتكم. النهارده عندنا مجموعه كبيره جدا من الاخبار الحقيقه واغلبها متعلقه بقضايا محليه مهمه جدا، واتكلمنا عليها كتير في الشأن الداخلي على مدار الايام الماضيه. هتكون معانا ان شاء الله في مجموعه اخبارنا، لكن الحقيقه لو حضراتكم بتتابعونا دايما هتلاحظوا ان احنا من الملفات المهتمين بيها جدا، حتى لو بندي عنها نبذه سريعه او معلومه سريعه، هي ملف السياحه. مش بس لانه فكره السياحه هي احد اهم مقومات وركائز الدخل القومي في مصر، لكن كمان لانه الحقيقه السياحه عندنا ضربت في مقتل على مدار سنوات طويله جدا، حوادث ووقائع كتيره جدا، البعض منها كان ربما بالصدفه، البعض منها ربما قيد التحقيق. في النهايه فكره السياحه المصريه وعوده الاتراكشن او الجاذبيه الى المنطقه او الى الديستنيشن، المكان اللي بنتكلم عليه انه مكان سياحي، بنتكلم على القاهره، بنتكلم على الاقصر واسوان والنيل، بنتكلم على البحر الاحمر، الغردقه وشرم الشيخ. الحقيقه انه الفكره دي مهمه جدا، عدد من يعمل في السياحه عدد كبير، بنتكلم على يمكن ما فيش احصائيات اخيره قوي اتكلمت في الموضوع، لكن بنتكلم على حوالي يمكن ما يقرب من 2 مليون من يعملون في السياحه، ربما حتى يزيد قليلا هذا الرقم، سواء بشكل مباشر او غير مباشر هم وعائلاتهم. السياحه مش بس فكره انك تشتغل تور جايد او مرشد سياحي، انت كمان بيبقى معاك يعني ممكن تبقى عندك نشاطات اخرى زي تفتح بازار، محلات، مطاعم، الناس طبعا اللي بتوضب او بتجهز، شركات السياحه والناس اللي بتشتغل فيها، قطاعات كتيره جدا بتندرج تحت منظومه السياحه. وبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف موقف السياحه. انا عارفه انه لما نطلع هنا محليا ونقول انه السياحه في مصر الحمد لله بتعود تدريجيا وفي بقى عندنا نسب كبيره من السياح، ده يمكن ما بيكونش ليه رد فعل قوي قوي عليا كمواطنه حتى وعلى حضراتكم، زي ما بيكون تقرير رسمي صادر من منظمه عالميه بتتكلم على عوده السياحه في مصر. بتكلم مع حضراتكم على منظمة السياحة العالمية، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، أصدرت تقرير مؤخرا، ده التقرير السنوي عن السياحة في مصر أو عن السياحة عموما. الديستنيشن أو المنطقة بتاعت مصر لما اتكلمت عليها صنفتها وقالت أن مصر هي الوجهة السياحية الأسرع نموا في العالم، الأسرع نموا في العالم. هنا معدلات النمو ليها علاقة طبعا بحاجات كتير، فكرة الحجز عن طريق شركات سياحة، طيران الشارتر، بيدخل طبعا في الاعتبارات البلاد اللي كانت فرض علينا حظر وما كانتش راضية السياح من عندها يطلعوا ويجونا، في عوامل كتيرة جدا داخلة في موضوع معدل النمو في السياحة. تعالوا نشوف برضو مؤشر تاني مهم، لأنه من يعمل في السياحة يجب أن تنظر عيني بنظرة واسعة وشاملة على قطاعات أخرى أو على البلاد الأخرى الجاذبة للسياحة. فرنسا الحقيقة بحسب هذا التقرير اللي صدر مؤخرا هي الدولة التي يزورها أكبر عدد من السائحين. نفس التقرير كمان كان بيتكلم أنه السياح الوافدين إلى مصر قفزت نسبتهم إلى 55.1%، وبالتالي نتحدث عن 8.6 مليون ده عن 2017، لأنه زي ما قلت لحضراتكم ده تقرير سنوي، وأنه بحسب ما جاء في التقرير هذا يعتبر تحول كبير. الأرقام كمان اتكلمت على المنظمة الدولية، يعني أرقام المنظمة الدولية اتكلمت على أنه أعداد السائحين الأجانب في مصر ربما تراجعت من 14.7 مليون في 2010 إلى 5.6 طبعا مليون في 2016، على الرغم من الأحداث اللي تلت ثورة يناير، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم كان في توقف للرحلات بعد حادثة الطائرة الروسية وما إلى ذلك. نرجع تاني لفرنسا لأنه مهم أن عينينا تكون على البلدان الأخرى المنافسة لنا سياحيا. فرنسا الحقيقة زي ما قلت هي كانت أكبر عدد من الزائرين، وهي كمان احتلت خلال 2016 المركز الأول كأكثر دولة زيارة، وصل عدد زوارها إلى 86 مليون سائح، ده رقم الحقيقة كبير جدا. رقم اتنين لو مهتمين بالشأن يعني السياحي العالمي، أسبانيا جت في المركز الثاني 81.8 مليون، بعدها الولايات المتحدة الأمريكية كانت في المركز الثالث بحوالي 75.9 مليون. عموما في كل الأحوال احنا سعداء انه مصر تم ذكرها بشكل إيجابي جدا في هذا التقرير، تقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تقريرها السنوي الذي صدر مؤخرا، واللي بيتكلم فيه انه مصر استطاعت ان تجذب السائحين لأماكن
بيحبوها وبيفضلوها زي الجيزة الأهرامات وزي الأقصر، هي محددة الاثنين دول تحديدا، ومتكلمة كمان على منطقة أو السياحة في البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ. عودة مصر وعودة اسم مصر مرة أخرى في هذه المنظمات، في هذه التقارير التي تصدر من منظمات، هو أمر مهم جدا، جيد جدا، بل ممتاز الحقيقة، ويدينا بقى دفع للأمام، نفتح بقى أفاق أخرى. وعلى فكرة المنافسة الحلوة الجميلة ما بين البلاد في موضوع السياحة، إنك تشوف البلاد اللي سبقتك في معدلات السياح تاخد منها التجارب برضو، يعني تعرف هي عملت إيه، بتركز على إيه. في بلاد كتيرة الحقيقة، طبعا فرنسا بلد جميلة سياحيا، يعني تروح ما تبقاش عايز الصراحة، يعني عايز تقعد مدة طويلة هناك. أسبانيا كذلك طبعا، لكن الفكرة إنه إحنا كمان عندنا في مصر هنا مناطق جذب سياحي الحقيقة إن هي أكثر من رائعة. سعداء بهذا التقرير، وسعداء إنه مصر بتعود مرة أخرى باسمها في منظمات عالمية تدعو بشكل غير مباشر طبعا، يعني عن طريق رصد الإيجابي ده، يبقى هنا دعوة بشكل غير مباشر إلى عودة السياحة في مصر مرة أخرى، إن شاء الله يزدهر وينمو. أنا متفائلة جدا، والحقيقة إنه كل أصدقائي ممن يعملون في قطاع السياحة والفندقة الحقيقة إنه كلهم متفائلون إلى أقصى درجة، وشايفين إنه إن شاء الله في خطوات كويسة جدا. يا رب إلى الأمام وإلى المزيد، وكل واحد كان قافله محله أو كان قافل البازار بتاعه أو شركة سياحة كانت بتقفل أو عمالة تعمل داون سايزنج أو يعني تقلل العمالة بتاعتها، إن شاء الله يا رب كل ده ينتهي ونرجع مرة تانية ننمو ونزدهر بإذن الله. تعالوا نطلع مع بعض فاصل سريع، هنشوف فيه أهم أحداث هذا الأسبوع، لأنها الحقيقة مرتبطة كمان بمجموعة من الأحداث السياسية المهمة جدا. وحين أحداث الأسبوع كمان هنشوف فيها نقطة مهمة هنناقشها في تقرير النهاردة، في أخبار النهاردة، عن المؤشر أو ما صدر مؤخرا من فوربس إنه القاهرة هي المدينة الأكثر تلوثا في العالم. ما صحت هذا الكلام؟ أنا الحقيقة سعيدة جدا إنه على الفور ولم ننتظر كثيرا صدر تقرير رسمي من وزارة البيئة المصرية يكذب هذا الادعاء. هنشوف مع بعض